تقول صاحبة هذه الرسالة: ما حكم صلاة الرجل مع الجماعة؟ هل هي فرض أم سنة؟ وهل إذا صلى الرجل جماعة مع زملائه في العمل سقط عنهم ذلكم الإثم إن أثموا بترك الجماعة، أم لا بد من ذهابهم للمسجد؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الجماعة واجبة على الرجال وجوبا عينيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، وإن الرجل ليؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فوصفهم بالنفاق لتخلفهم عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين في بيوتهم عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذه عقوبة شديدة تدل على أنهم فعلوا محرما وتركوا واجبا. وأما صلاتكم في العمل، فإن كان المسجد قريبا منكم وتسمعون الأذان وجب عليكم أن تصلوا في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى يعتذر إليه ويطلب منه أن يأذن له أن يصلي في بيته لما يلقى من المشقة بينه وبين المسجد وهو أعمى. قال صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. كل هذه أدلة واضحة على وجوب صلاة الجماعة، وأنها تجب في المسجد لمن سمع النداء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤالها شيخ صالح: إذا صلوا في العمل سقط عنهم الإثم أو لا؟ إذا كانوا يسمعون الأذان والمسجد قريب منهم لم يسقط عنهم الإثم، لأن تجب عليهم الإجابة والذهاب إلى المسجد. من المعلوم شيخ صالح أن المؤذن يسمع الآن من مسافات بعيدة نتيجة لمكبرات الصوت التي تصل إلى عدد من الكيلومترات، لعلكم إضافة شيخ صالح. المراد بسماع الأذان الذي يوجب الحضور، نعم، هو الصوت المجرد. أما بواسطة مكبر الصوت فهذا يسمع من بعيد، فالبعيد لا يجب عليه الحضور ولو سمع صوت المكبر، إذ لولا هذا المكبر ما سمع. نعم. لكن على كل حال، نعم نعم، مهما تكلف المشقة وحضر، نعم، فإنه على أجر عظيم. اللهم نعم. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.